اكيد حضرت يعني او شاهدت انطلاق الموسم من والنسخه الحاليه من الدوري بالامس. النهارده النادي الاهلي عنده ماتش مهم جدا. قبل ما نتكلم معاك عن رؤيتك لماتش الاهلي والمصري، عايزين رؤيتك لمشوار النادي الاهلي المتوقع خلال النسخه الحاليه من الموسم. والله الاهلي يمكن عودنا دايما ان هو يعني بيكسر سقف طموحاتنا بانجازات كبيره، ويمكن هو عنده الكفاءه وعنده القدره على ده. ويمكن تدعيمات من التدعيمات للنادي الاهلي الموسم ده بلاعبين جيدين جدا، اذا كان امام عاشور او رضا سليم او موديست المهاجم الافريقي. شايف انه لا، الموسم موسم كبير. يمكن النهارده لك بس مباراه الاتحاد العاصمه، وده يعني الاهلي عودنا طول الوقت ان الحاجات اللي في بدايه الموسم دي زي دروس بيبدا ياخد منها قوه، زي السهم بيرجع لورا شويه عشان ينطلق بسرعه اكبر. اكيد ده درس اللعيبه للجهاز الفني، لان لازم من اول ثانيه بمنتهى القوه بندخل كل بطولاتنا بمنتهى القوه. انا شايف ان ده الاهلي هينطلق من مباراه المصري النهارده باذن الله. طبعا يعني مباراه السوبر بتبقى معظم الوقت بتكون يعني مباراه واحده حسب حاله اللعيبه، ممكن يكون دي اوف للعيبه مش في افضل حالاتها الذهنيه او على مستوى الاستعداد الفني او التجهيزي. لكن انا شايف ان الاهلي ان شاء الله يبدا الموسم ده بدايه جيده، عنده عناصر جيده في كل المستويات او في كل المراكز، بدايه من حراسه المرمى الحارس الاول في مصر وافريقيا، خط ديفنس على اعلى مستوى. شفنا المنتخب اتاثر بعدم وجود محمد عبد المنعم في الحته الدفاعيه، محمد الشناوي في حراسه المرمى، اتاثر المنتخب في مباراته امام تونس. لعيبه الاهلي لعيبه كواليتي عالي طبعا على المستوى الفني والذهني والشخصيه اللي مبنيه من تاريخ وعراقه النادي الاهلي. فانا شايف لا، الموسم موسم كبير، بادئ بدايه حاميه جدا وقويه جدا. البنك الاهلي البنك الاهلي بيستعد استعداد كبير، والناس بتبص له بصه كبيره جدا جدا الموسم ده. بتلاقي طلائع الجيش عامل يعني مفاجاه كبيره جدا وكسبان 2-0. فدوري شكله فيه مفاجآت كتير، ولكن النادي الاهلي عودنا دايما انه في المباريات الكبيره وفي الدوريات كمان تحديدا في المباريات الكبيره بتكون انطلاقاته كبيره. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تبقى البدايه موفقه باذن الله. انا عايزه اتكلم بقى عن اللي جاي وبدايه النهارده ان شاء الله، الموسم والدوري والماتش المصري. اتكلمنا وقلنا ان كابتن علي ماهر برده طبعا ومهام جديده، و اكيد هو داخل وعنده هدف واحد، ان هو وان لن يفوز على النادي الاهلي ان هو يظهر بمظهر المنافس القوي، فده متوقع بشكل كبير جدا. خلينا برضو نروح شويه لتوقعاتك لشكل المباراه او حتى بدايه المباراه. هنلعب بشكل هجومي، هنلعب بشكل دفاعي، هنعمل ميكس ما بين الاثنين؟ خلينا نعرف. لا، الاهلي دايما بيلعب على سيطره على الملعب، على منطقه نص الملعب، وبيلعب على انه طول الوقت هو الفعل مش رد الفعل. الكابتن علي ماهر كمان يعني ابن من ابناء النادي الاهلي، واخد على الحماسه العاليه، واخد على ان انا كل مباراه عايز ادخلها يعني اطلع منها باقصى مكسب. ولكن حتى زي ما حضرتك قلت، حتى لو اداء جيد، ولكن طبعا النادي الاهلي يمتلك لاعبين جيدين جدا في كل المراكز ومفاتيح لعب كبيره جدا جدا، وعنده دكه بدلاء كبيره جدا جدا، يعني يقدر يستعين بالناس اللي موجوده على الدكه. نفس طويل، شخصيه في كل المباريات، بيلعب لبلاس 90، ما عندوش موانع ولا عقبات كبيره جدا جدا في كل المباريات. النادي الاهلي عنده حلول كبيره جدا على المستوى الفني والبدني والذهني والشخصيه في الملعب. الكابتن علي ماهر اكيد يعني لسه ماسك الفريق الموسم ده، اكيد عايز يظهر بشكل جيد جدا على المستوى الفني، ولكن قدامه مهمه صعبه. يعني قدامه هو بيلعب قصاد الاهلي بطل الدوري الموسم اللي فات وبطل افريقيا يعني والتاريخ العظيم والعراقه الكبيره والامكانيات المتواجده يعني حاليا. يمكن تدعيمات كمان اللي جايه للاهلي تدعيمات كبيره على مستوى اللاعبين المستخدمين حديثا، سواء امام عاشور او رضا سليم او موديست. فانا شايف انه لا، قدامه مهمه كبيره جدا جدا، ماتش صعب جدا جدا على الكابتن علي ماهر ولاعبيه. ولكن ويمكن دايماً مش محظوظ شويه ان اول مباراه مع الاهلي. بالظبط بالظبط. لا مش محظوظ، هو كمان اكيد يعني اتفاجئ او اتصدم بالقرعه لما عرف ان اول مباراه مع الاهلي. طبعا ماتش تقيل جدا جدا على اي حد في الدوري يعني. فانا شايف لا، الاهلي عنده خط ديفنس على اعلى مستوى، خط مرمى على اعلى مستوى،
عنده نص الملعب من اقوى الخطوط على مستوى افريقيا كلها والشمال الافريقي، عنده خط هجوم عالي جدا. هنشوف النهارده مودست ومدى تاثيره على الناحيه الهجوميه. يمكن احنا كانت مشكلتنا قبل كده، او مش مشكلتنا يعني، لكن احنا طول الوقت حابين ان احنا يبقى عندنا حد تارجت مان، مهاجم سترايكر اللي هو يتعمل له كروس، يتحط يلعب بالهيدرز، يلعب يقدر يخلص من انصاف الفرص زي ما بيقولوا. هنشوف النهارده طبعا مودست ان شاء الله يكون موفق. يمكن المباراه اللي فاتت بس عندي تعليق صغير، انه كان الملعب مفتوح قوي ومقفول على الاثنين الباكين سواء هاني او معلول. اتمنى ان هم، ما اعرفش دي كانت بتعليمات من جهاز فني او هم كانوا فاتحين الملعب عشان يفتحوا خطوط دفاع اتحاد العاصمه اللي كان متكتل جدا امام هجوم الاهلي يعني. فانا شايف ان هو لو ضم شويه وساب مساحه لعلي معلول او لمحمد هاني عشان يتعمل كورسات، هنستفاد كويس جدا جدا بالكرات، هيكون عندنا تنوع اكبر يعني. على ذكر الخطوط، احنا دلوقتي عندنا يعني كل خط ليه خط موازي، وعندنا سكواد وسكواد موازي يعني. تمام. الفريق يعني فيه بسم الله ما شاء الله كم وافر وكبير من النجوم، مش حتى اللعيبه العاديين. الى اي درجه انت شايف ان دي ممكن تكون قوه ضاربه للنادي الاهلي مع انطلاقه الموسم الجديد؟ فكره ان انت يبقى عندك فريق مليان باسماء، كل اسم منهم اتقل من الثاني، وفي كل مركز عندك بدل البديل اثنين وثلاثه وكلهم اتقل من بعض. شايف انعكاسات ده ايه؟ هو يمكن ده هيفيدنا اكتر في يعني، عارف، في بالظبط. احنا عندنا كثافه مباريات الفتره اللي جايه كبيره جدا جدا، من سواء الدوري السوبر اللي هو الدوري السوبر اللي هو الافريقي، كاس العالم للانديه. عندنا يعني عندنا استحقاقات كتير. بالظبط، عندنا يعني مواجهات كتير جدا الفتره اللي جايه، وكل 3 4 ايام في مباراه كل يعني بشكل كبير جدا ومكثف. فانت محتاج كل اللعيبه تكون على نفس المستوى، وده افضل حاجه عملها النادي الاهلي الموسم ده، ان هو عنده لعيبه ممكن يجيب من على الدكه اي حد يلعب، والاداء العام للفريق مش هيتاثر. تمام. بالعكس، ده في تحسن طول الوقت. انت عندك كل اللعيبه عنده رغبه وعنده قدره ان هو يؤدي الاداء الفني المطلوب منه بمنتهى الكفاءه والقدره. فانا شايف انه ده شكل جيد جدا. احنا كنا بنطلب من اداره الاهلي قبل كده توفر لنا دكه قويه بنفس قيمه اللعيبه اللي موجوده في الملعب، لان ده بيدي لك قوه، وانت هتقابل مستويات متفاوته. مش كل الفرق اللي هتقابلها مستوى اقل منك، انا هتقابل فرق منافسه ليك بشكل جيد او بشكل قوي. فانت محتاج نوعيه اللعيبه دي، ومحتاج الكثافه اللعيبه اللي موجوده، وكم اللعيب اللي موجود ده يكون موجود عندك سواء في الملعب او سواء على دكه المباريات يعني. فلا، ده شيء جيد جدا يعني، حاجه تحسب للنادي الاهلي وتحسب لاداره النادي الاهلي، ان هو عنده لعيبه بالقدره وبالقوه دي وبالكم ده. والفرق الكبيره كلها كده يعني، الفرق الكبيره لازم يبقى عندها بدل البديل اثنين وثلاثه، لانك انت شايف يمكن اكرم توفيق عنده اصابه بقاله 6 شهور مش موجود، كريم فؤاد نفس الكلام، عندك لعيبه بتتعرض لمواقف او اصابات او اجهادات او حاجات زي كده. فعمليه الروتيشن بالذات مع تراحم المباريات والبطولات بالظبط، وانت وارد. كمان كل بطوله انت داخلها مطالب بالتنافس عليها او بالحصول عليها، فلازم تكون جاهز وعندك القدره على طول الوقت. وانا شايف ان الاهلي قام بده بشكل جيد ان شاء الله، بدايه الدوري، واحنا عندنا كمان بطوله افريقيا وسوبر افريقي، فعندنا احتياجات كبيره الفتره اللي جايه. انا عايز اروح شويه واخد برضو وجهه نظرك او رايك في الانديه الصاعده، منها بلديه المحله وزاد طبعا والجونه. شكل الدوري هل هيختلف الموسم ده بالانديه الصاعده؟ هل هتادي بالشكل اللي هم نفسهم؟ اكيد يعني، احنا شفنا تدعيمات كبيره جدا، زاد يمكن عنده 22 صفقه انا حسب معلوماتي. فيعني لا يعني الانديه دي اكيد سعيده بصعودها، واكيد عندها استراتيجي معينه، واكيد عندها امال كبيره ان هي تخش وتنافس مع انديه جماهيريه كمان بقى لها تاريخ او لها تاريخ كبير جدا. فبتشوف ده ازاي، خصوصا ان الماتشات كمان معاهم يعني؟ للاسف يعني. ليه للاسف كده بدري؟ ما هقول لحضرتك للاسف ليه، انا جاي لحضرتك دلوقتي. للاسف انا شايف الفرق اللي صاعده بتعمل تدعيمات كبيره، ولكنها ممكن ما تكونش بالمستوى العالي جدا يعني. انت هتقابل الاهلي وهو مستعد بشكل عامل ازاي، هتقابل بيراميدز مستعد بشكل ازاي، هتلاقي من زمان عمل صفقات من الاهلي كمان يعني. بالظبط، لكن صفقات اللي واخدها من الاهلي صفقات كلها لاعبين صغيرين خبراتهم مش عاليه جدا، محتاجين احتكاكات كتير ومواجهات كتير ومشاركه كبيره. انا شايف ان انت لازم يكون عندك قوام اساسي على الاقل 10 لاعبين قدام، وتبدا تعمل عليهم 10 15 صفقه كمان زائد الناشئين الموجودين عندك،
فتبقى انت عملت توليفه كويسه من الخبرات ومن الشباب ومن اللعيبه الجدد عشان تقدر تسيطر على الفرقه وتقدر تعمل انسجام سريع، لانك انت في بدايه الدوري بيقابلك على الاقل 4-5 مباريات، لو ما ظهرتش بشكل جيد وقدرت تحصل على نقاط يعني تدي لك قوه وتدي لك استمراريه هتقع من بدري، والعامل النفسي والمعنوي للانديه او للعيبه او للاجهزه الفنيه او الادارات في البدايات بتفرق. يعني في احنا لو شفنا قبل الموسم اللي فات ده كان غزل المحله يمكن خد في بدايه الموسم حوالي 18 بونت او يعني مشي كويس جدا جدا في بدايه الموسم او يمكن حوالي 22 بونت تقريبا حاجه زي كده، والدور الثاني ما لعب عدد مباريات كبيره جدا طول الدور الثاني ما خدش يمكن 4 بونت او 5 بونت وكان هيتاثر وكان هيقع يعني عارفه ويمكن فضل على نقطه واحده بس في الدوري الموسم قبل اللي فات، فضل على نقطه واحده في الدوري اللي فاده في الفتره دي كلها هو التحصيل في البدايه، يعني تحصيل النقاط في البدايه. لو كان خد الموضوع من البدايه ما جهزش بشكل كويس او ما جمعش بنقط بشكل كويس والدور الثاني كان صعب عليه، لان طبيعي الدور الثاني بيكون اصعب من الدور الاول، انك تحصل على بونت في الدور الثاني صعب جدا، فكان ممكن يقع يعني كان ممكن مش هيجمع. فاللي فاده في الفتره اللي فاتت او طول المباراه طول الدوري ان هو في الدور الاول جمع نقاط كويسه. فانت لو قابلك ان انت ما جمعتش بنقط او نقاط كويسه في الدور الاول هيقابلك مشاكل كبيره جدا على المستوى المعنوي وعلى المستوى الاستمراريه. احنا ناخد بق ميه بقى، ده اكيد ده لازم. ما بدهاش ما بدهاش. طيب احنا اخر كام سنه يعني ما اسهل ان انت تستنتج المربع الذهبي هيضم اسماء مين من الفرق، يعني الاربع الفرق الاقرب للمنافسه على درع الدوري، ايه اللي مطلوب عشان نرجع تاني زي زمان؟ بس لو حيدنا الاهلي والزمالك صعب تقول مين بقيه الفرق اللي هتبقى وراهم في القائمه لان كلهم اتقل من بعض وبالذات الانديه الجماهيريه والشعبيه والتدعيمات الاخيره كمان. لكن في فرق خلاص يعني هي طلعت او اتولدت كبار زي مثلا بيراميدز فيوتشر سيراميكا كليوباترا، يعني في فرق كده او تحس ان هي اتولدت كبيره. ده اللي انا كنت بتمناه من الفرق اللي طلعت الثلاثه اللي طالعين سواء البلديه او الجونه او زد، كنت اتمنى ان هم يعني يكونوا مستعدين اكتر، وانا يعني اتمنى ان هم يكونوا يعني ممكن يكونوا متساعدين، لكن الصفقات اللي موجوده وتعاقدوا معاها مش الصفقات المبشره قوي او الصفقات اللي تديهم ممكن يزعلوا منك بقى لو سمعوا الكلام. لا ما يزعلوش، لانه ممكن يكون البادجت بتاعهم هو كده ما يقدرش. تاني البادجت بتاعه الانديه او انديه الشركات يعني مش ممكن زد يعني. لكن بنيه المحله ممكن الجونه ممكن، بس الجونه برضو يعني 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 انا شايف انه جونه عنده كمان تقريبا زد يعتبر هم تقريبا يعني نفس العيله الإدارة يعني. نفس العيله يعني، فبالنسبه لهم ممكن يهتموا بفريق اكتر يعني من فريق تاني. فانا شايف انه لا، انا شايف ان الموسم ده موسم صعب على الانديه اللي صاعده جدا، موسم صعب جدا على الانديه اللي صاعده، قدامهم مجهود كبير جدا جدا على مستوى الفني او التجهيزي او الاستعدادي، لازم يستعدوا بشكل كويس جدا جدا. حتى لو انا عندي يعني صراحه خلي بالك الدوري الممتاز ده عامل زي الرهان بالظبط، يعني وارد جدا تلاقي فيه لعيب طالع انت مش عارفه او جديد على الدوري، بس تلاقي اي دوري في الدنيا بيبقى دايما فيه مساحه لوجود مثلا يقول لك الحصان الاسود القادم من بعيد، عارف المسميات دي ما عندناش منها بقالنا فتره. لا ليه انت تحس ان العمليه محسومه بين 4-5 اسماء يعني بكتير. السنه اللي فاتت كان في اسوان كانت الحصان الاسود، كانت فرقه تعتبر بأقل امكانيات تحت قياده كابتن ايمن الرمادي بالظبط يعني بالظبط يعني كانوا بعيد جدا كبادجت او كاستعداد، ورغم كده كانوا ماشيين كويس يمكن عشان كم التدعيمات اللي عملوها مع بدايه الموسم اللي فات، فكده ادى انطباع عند ناس كتير ان احنا هنشوف اسوان مختلف. بالظبط انت شفت اسوان مختلف؟ لا انا مش شفت الماتشات يعني. انا شفت بدايه من وجود الكابتن ايمن رمادي بدا يبقى فيه شكل وبدا يبقى فيه طبعا يعني تواجد، لكن انا شايف استدامه برافو عليك. انا اللي انا بتكلم فيه الاستدامه دي مهمه جدا. حضرتك قلت كلمه مهمه جدا في يعني في سياق الحوار بتاعي، الاستدامه مهمه جدا. انت عندك لعيبه ممكن تقع منك اثناء اثناء الدوري بالنسبه للولاد الصغيرين او التدعيمات اللي بدات في الانديه الثلاثه يعني الانديه الكبيره خلاص لو دعمت بثلاث اربع لعيبه جداد ما فيهاش مشكله هيدخلوا واحده واحده، لان انت عندك اصلا القوام الاساسي موجود. ولكن لما يبقى بتعتمد كقوام اساسي على لعيبه كلها جديده وخبراتها مش عاليه جدا في الدوري ده بيبقى فيها مخاطره شويه. فانا شايف ان انت لا اعمل قوام اساسي
ليك من لعيبه متمرسه في الدوري الممتاز. ايوه بس هيعملوا الصفقات دي ازاي برضو يعني كابتن احمد؟ خلينا يعني دلوقتي زيد مثلا صعد مؤخرا ويقدم يعني برضو موسم كويس، خلينا نقول عنده بعض اللعيبه الكويسه، طب هو هيعمل تدعيمات اكتر من اللي عملها ازاي؟ انا مش بدافع عن زيد، انا اكس يعني ماليش علاقه بزيد اصلا، انا فاهم. هيجيب يعني ازاي ممكن يعمل صفقات كبيره من انديه كبيره غير الصفقات المحدوده اللي يقدر تبقى يعني او هيقبله حتى اللعيبه ان هي تروح يعني؟ انا بتكلم انه ده نادي زيد بقى نادي دوري ممتاز دلوقتي لا يقل عن انديه الدوري الممتاز، بس اول تجربه ليه. انا فاهم، بس ما بيراميدز كان اول تجربه ليه وكان عنده كم لعيبه كبيره وفيوتشر بيراميدز. بيراميدز وكان وفيوتشر نفس الكلام، كان عنده لعيبه اول ما بدا على طول كان عنده لعيبه كبيره واستقطب لعيبه كبيره جدا من انديه وبدا يعني. انا اللي بتكلم انت عندك البادجت وعندك الامكانيات وعندك القدره فانت قادر تجيب صفقات اكبر، قادر تشارك بصوره يعني اوضح من دي. البلدية المحله ما عليهمش لهم قوي ان انت لا لازم تجيب، يعني ممكن يكون امكانياتهم قدراتهم الماليه هي كده مفيش مشكله، لكن يقدر يعني بالعين الخبيره او بالعين اللي هي الكويسه اقدر استقطب لعيبه مش اسماء كبيره سوري ناخد بقه ميه ثاني ولا مش اسماء كبيره ولكن سوري لان انا لا بالعكس عادي مفيش حاجه بتحصل على طول ممكن مش اسماء كبيره ولكن اسماء او ممكن تصطنع يعني ممكن تصطنع، ممكن يكون المدرب عينه كويسه عارف يجيب لعيبه شافها عن قرب قادر يطلع منها حاجه كويسه فدي حاجه محترمه يعني. فممكن هم الانديه او المديرين الفنيين يقدروا يجيبوا لعيبه يعملوا التوليفه الكويسه، يقدر يعمل التوليفه الكويسه، فوارد جدا تلاقي بلدية المحله بشكل مختلف او شكل جيد، وارد جدا تلاقي الجونه بشكل جيد رغم ان الصفقات ممكن ما تكونش افضل حاجه، ممكن تلاقي مثلا انديه من اللي انت مستنيها تبقى في حته كويسه تلاقي يعني الدوري دوري مفاجآت، واحنا تعودنا طول السنين اللي فاتت ان هو لا الدوري هو في مفاجآت فعلا وماتشات لا تنسى. الماتش اللي احنا بنتفرج عليه ده كان الاهلي والزمالك، احنا كسبنا وقتها 4-1 صح كده؟ 4-1 انا فاكر. يعني في ماتشات حلوه كده تفرحك وفي ماتشات النتيجه بتاعتها تبقى عليها علامات استفهام. بص يعني الدي اوف حسب حاله اللعيب يوم المباراه، ممكن اللعيب كل اللعيبه بتجهز او المدير الفني دايما بيجهز لعيبته طول الوقت ان هي تبقى في افضل حاله، ولكن حاله اللاعب يوم المباراه واستعداده وهدوءه وشخصيته وخلي بالك يعني ممكن يكون مثلا في مشكله في لاعب او في اتنين وممكن يتم استبداله وما فيش مشكله، لكن لما بتبقى حاله عامه للفريق دي الكارثه الكبيره او ده اللي ما بيقدرش المدير الفني يتدخل في الوقت ده، فبيكون خلاص يعني انت بتقدر تطلع او بتبدا تطلع باقل خسائر في المباراه دي وخلاص. فحاله اللاعب في يوم المباراه هي المهمه جدا، ولو كانت حاله جماعيه جيده فانت بتشوف مباراه هايله جدا طبعا. ولو حاله عامه او مثلا مش في افضل الحالات بتشوف مباراه سيئه حتى لو تدخل المدير الفني بتبديلات او بتغيير طريقه لعب او الكلام ده او اسلوب لعب او الكلام ده برده بيكون في دي اوف خلاص بيبقى حاله عامه للفريق يعني. طيب خلينا بقى نقف شويه عند اخر المنضمين حديثا لسكواد النادي الاهلي، رضا سليم وامام عاشور واخيرا مودست. رؤيتك لكل اسم منهم على حده وعلى انعكاسات وجوده ان شاء الله ضمن سكواد النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. لا انا شايف الثلاث صفقات هايلين جدا والله. يعني امام عاشور هو مقدم قبل كده اوراق اعتماده كلاعب داخل الدوري المصري ومنتخب مصر. رضا سليم لعيب سريع جدا وعنده شخصيه وشخصيه النادي الاهلي موجوده فيه، تحس انه متربي جوه النادي الاهلي، عنده شخصيه لعيب سريع لعيب قوي لعيب عنده دايما عنده حلول كمان عنده حلول كبيره جدا جدا. مودست لعيب برضو يعني تارجت مان، تحس انه لعيب فايتر كده ولعيب قوي يعني تقدر تستفاد منه او تقدر يعني تلعب على القدرات دي الفتره اللي جايه. وشفنا كان مادي اداء مش وحش ابدا في ماتش العاصمه يعني بالظبط. انا بتكلم على مودست كمان يعني مودست لا انا بتكلم على رضا سليم بس. مودست لسه تعرف برضو كابتن احمد صعب الواحد يحكم من بدري يعني عندنا مشكله ان انت الحكم بيجي قبل اصلا ما تشوف حاجه يعني انا بحكم وخلاص فده صعب جدا برضه يعني اكيد احنا جايبين صفقه اكيد احنا واثقين في الاختيار اللي احنا جبناه بس ننتظر ان احنا نشوف يعني ولا الحكم المسبق ده. الجمهور عندهم توقعات عاليه قوي
وما بيرضوش يشوفوا باقل من اللي هم توقعوه من كل لاعب منهم على حده. بالظبط، يعني انت بتيجي شايف لعيبه كبيره وشايف اسماء وكمان متقدمين بشكل كويس، يعني متقدم موديست متقدم للنادي الاهلي بشكل كويس وللجماهير بشكل كويس، بتبقى عايز تشوف اللي انا شفته ده او اللي انا سمعت عنه ده. كلهم الحقيقه بيتقدموا، لا بيتقدموا بشكل جيد جدا حقيقة. يعني لا بجد انا مبسوط جدا من تقدمه الاهلي، فيها احترافيه وفيها شياكه وفيها تحس ان انت جايب وبتدي اللاعب يعني باور حلو، بتدي له بوش حلو ان هو جاي في مكان راقي وشيك وعارف يقدمك بشكل جيد يعني. فانا شايف ده كويس جدا. انا اتوقع نجاح موديست، يعني كستايل شكله حلو. رضا سليم عنده انطلاقاته وشكله في الملعب جيد جدا. امام عاشور لعيب مش غريب على الدوري المصري، ولعيب جيد جدا، ومجرد بس ما يتعمل له سوفت وير بتاع النادي الاهلي ويبدا يخش في في الاجواء بتاعه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. هل تحميل السوفت وير ممكن ياخد وقت شويه زياده في حاله امام عاشور نظرا لخصوصيه انضمامه لينا من نادي معين تاني؟ لا اكيد هيبقى سريع جدا يعني. انا شايف ان هو الولد لسه صغير وهو حابب يكون متواجد وحابب يقدم اوراق اعتماده بسرعه، هو بس ما ينشغلش بالسوشيال ميديا يعني كل دقيقه بيتقال عليه ايه. لا هو يفصل تماما ويدي كل اهتماماته للملعب او المستطيل الاخضر وللتعليمات داخل النادي الاهلي. تعليمات النادي الاهلي كلها فيها دوافع وكلها فيها معنويات عاليه، لازم يستفاد من ده، يستفاد من اللعيبه اللي قبل منه في النادي وازاي تاقلموا بسرعه وانسجموا وانصهروا داخل الفريق. لا انا شايف ان امام عاشور عنده القدره وعنده الكفاءه ان هو يكون واحد من اهم اللعيبه اللي انضمت للنادي الاهلي خلال ال10 او ال15 سنه اللي فاتوا دول. هو عنده القدره وعنده الكفاءه، وانا عندي ثقه فيه كبيره جدا يعني ان هو هينجح مع الاهلي بشكل كبير. طيب كابتن احمد، لو هنروح شويه نسيب اللعيبه وتعال نروح للمديرين الفنيين، مين من وجهه نظرك ممكن يتالق من المديرين لا ناخد ميه تاني. هو على فكره التكييف هو السبب، انا حاسه ان عايز اقعد برده كحله يعني نشوف حل فيه. المهم انا جاي من سفر ده. جاي من سفر؟ جاي من سفر علينا. ده منين جاي؟ شرقيه. اوكي انا قلت جاي من عمان، هيبقى مشوار بعيد. لا. لو رحت المديرين الفنيين شويه وقلت مين من وجهه نظرك الابرز او ممكن ان انت يفاجئك باداء ونتائج رائعه مع الفريق بتاعه في الدوري هذا الموسم؟ انا شايف علي ماهر بصراحه مع الصفقات اللي عملها، انا شايف ان هو هيقدم موسم كويس يعني، واستنادا كمان للموسم اللي فات. الموسم اللي فات عامله كويس جدا مع فيوتشر، وصل بيهم للمربع الذهبي، وكان قبلها مع المصري ومقدم معاهم برضو موسم. انا ما فهمتش ليه التعديل ده حصل يعني، هو كان فعلا عامل يعني مع فيوتشر اداء كويس ليه يعني؟ انا كمان استغربت جدا. لكن انا شايف ان هو كمان يعني حلو جدا ان للمدرب والله يعني، انا شايف المدرب مع الوقت بحس انه ما بقاش عنده جديد يقدم، عارفه لما بيغير المدرب لما بيغير هو ما لحقش عشان جديد يقدمه. هو لعب موسمين مع فيوتشر. أيوة عمل فرقه كويسه في اول موسم والموسم الثاني، والاداء بعد كده كان بالظبط كان جيد جدا، وخد رابع الدوري وكان مقدم اداءات كبيره جدا، وعمل فرقه وطلع من عنده كمان لعيبه يعني، اتباع من عنده لعيبه نتيجه شغله مع اللعيبه ظهرت وراحت الانديه يعني، اتباع من عنده لعيبه كويسه الانديه يعني دخل خزينه النادي فلوس كويسه نتيجه شغله. بالظبط، فهو عمل نتائج وعمل شغله كويس. لكن انا شايف ان هو لو رجع المصري هيقدم برضو اداء كويس استنادا لقبل كده، وكان في المصري قبل كده برضو وصل بيهم للكونفدراليه. تعرف احنا لو نستقر شويه، ما كانش عن الفيوتشر تحديدا، بس لو نستقر شويه ببعض الانديه، ان فكره التغييرات الكتيره دي في مجلس في الاداره الفنيه بتؤثر، لان بتؤثر على الاداء. انا دلوقتي عايز استقرار اكتر يعني، احنا عندنا الموضوع ده زايد قوي عن لو جيت قارنت نفسك بالعالم، ما فيش الكلام ده. الروتيشن اللي عمال يحصل عندنا ده صعب جدا. بص، هو الروتيشن لما بيكون عندك يعني سوء نتائج، او عندك مثلا يعني وحتى يعني لو عندك سوء نتائج موسم او اتنين، ده يعني برضه انا التوفيق مش معاك. فده يعني ده في انديه كبرى بتقعد على بطوله 4-5 سنين على فكره. انا مع حضرتك، بس انا بتكلم ان احنا مثلا لو انت نتيجه سوء اداء او سوء نتائج او الكلام ده ماشي اوكي يعني مسموح بيه، او اوكي ما عندناش مشكله ان الدنيا مش ماشيه مع المدير الفني فبنغير. لكن المدير الفني واصل كونفدراليه ومقدم لاعبين جيدين جدا، وكمان ظهر لعيبه ما كانتش اصلا اسمائها كبيره خلى ليهم اسم كبير وبتاع الكلام ده، وبدا يتم دلوقتي يعني الاستعانه بيهم في انديه اكبر. فانا شايف لا، انه يعني قرار انا شايفه ممكن ما يكونش جيد بالنسبه لاداره فيوتشر. لكن انا شايف ان هو يعني
يعني اختيار جيد من مستر كامل ابو علي لعلي ماهر كمدير فني. لا انا شايفه اختيار جيد جدا. انا شايف المصري هيقدم اداءات كبيره الموسم ده. جاب لاعبين جيدين الفتره دي. عنده كمان سكواد قديم هو بنى عليه، مش ما بيبداش من الصفر. عمليه الانصهار او الانسجام ما بين الجديد والقديم، كابتن علي ماهر بيجيب دايما رجالته طول الوقت، وهو رايح اي نادي بياخد معاه 4-5 لعيبه هم عارفين طريقه لعبه، مع ان هو كان موجود في النادي قبل كده وكان في دعم ليه جماهيري كبير قبل كده. يعني ممكن المصري يفاجئنا الموسم ده، يفاجئنا بشكل عام، لكن شايف ان هو يعني لا انا شايف ان هو هيقدم مباريات كبيره. لكن نتيجه النهارده او الاداء النهارده مع النادي الاهلي، لا بيتعمل النادي الاهلي حسابات كبيره جدا جدا من كل انديه مصر، يعني مش مصر محليا وافريقيا، بيتعمل للاهلي. يعني الاهلي لو انا بلعب بنسبه 100% قصاد الفرق اللي هي من مستواي او اللي اقل مني، فانا بلعب قصاد الاهلي 200% و300%. انت بتلعب قصاد الاهلي فلازم تكون مستعد على كل المستويات، سواء العامل الذهني او النفسي او المعنوي او صحيح. او الفني او الخططي، فلازم انت او البدني لازم تكون في كل المستويات جاهز للنادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير، التعامل معاه لازم يكون بحذر شديد جدا. طبعا احنا بنشكرك على وجودك معنا النهارده، شكرا جزيلا، نورتنا. ان شاء الله نشوفك على خير باذن الله، واجازه سعيده باذن الله. انا سعيد جدا دايما بتواجد مع حضرتك طبعا. احنا نختم ونكح براحتنا بقى، ناخد راحتنا بقى. الموضوع بقى صعب. شكرا جزيلا. شوف حضراتكم ان شاء الله غدا في حلقه يعني جديده، واخر الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، ونتمنى كل التوفيق النهارده ان شاء الله لفريقنا، وتبقى بدايه موفقه كمان للدوري باذن الله. هنختم مع حضراتكم لمباراه الاهلي والزمالك، او هنسيبكم بقى في الختام مع مباراه الاهلي والزمالك السابقه. مع السلامه.